متوقع ان لقائي النهارده مع بوسي شلبي حتى هي دايما بتخلي الصداقه والصحوبيه ومعرفه السنين على جنب، وبتبقى دايما صاحبه سبب، يعني دايما بتستفيد ودايما بتخلي الممثل او الممثله او الشخصيه اللي بتستضيفها بتقول كل حاجه بدون غطاء، يعني بتتكلم كل حاجه منتهى الصراحه. يا ترى مين هي وفاء عامر اللي احنا ما نعرفهاش؟ وفاء عامر شكل الناس، بنت عم الناس، بنت خالة الناس، اخت الناس، ام الناس، بنت الناس، كل ده انا بسمعه في الشارع من مجموعه من الاعمار، هي دي وفاء عامر. وفي اجازتها في مارينا يا ترى بتعمل ايه؟ لا انا متأنتكة النهارده عشان هسجل مع بوسي شلبي، لكن انا الحقيقه وفاء عامر ابسط من كده، ابسط من اللي انتوا شايفينه ده بكتير جدا جدا. صالحه بس، غنيمه بس، منيره، قمر، هي القمر. اسامي كتيره قوي قوي، كل ما حد يناديني باسم شخصيه اطمع في انه ما ينساش الشخصيه الثانيه.